جزاه الله يجزاه خير ونومسنا كلنا والله. الله يجازيه بالجنة والدين والله. قال عند الشعب المملكة العربية السعودية كلها كل يدعي لك ان الله سبحانه وتعالى يخلف عشرك ويجزاك خير وانت موفق وحضيض تراك حضيض ان شاء الله بحول الله يقول. كلمة مع الشيخ فيصل بن مناح الغرمول شيخ الرحمن من البقوم ورئيس مركز العرقين، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب السعادة المشايخ والأعيان الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي ويسرني ويشرفني في هذه الليلة المباركة حضور دعوة العمدة والشيخ والكريم والبطل أبو مشعل عواض المطيري، لأن الرجل هذا حقيقة دائما سباق لكل خير، ودائما يجمع المطاليج، ودائما يحب كل عمل ينومس ويجمل. وكذلك اجتماعنا بهذه الوجوه النيرة والخيرة له شأن عظيم في أنفسنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل دائما اجتماعاتنا على مرضاته وعلى ما فيه مصلحة للبلاد والعباد. أخواني، هذا الحفل أقيم لتكريم الشيخ جزا بن متعب الجعفري المطيري وتهنئته بهذا الفوز وتهنئته بهذا الناموس، فنهنئه باسمي وباسم الحاضر من قبيلة البقوم والغائب، فنقول له هنيئا لك هذا العمل البطولي الذي ليس بالسهل، والذي تكلم عنه خادم الحرمين الشريفين أثناء حضور 21 متنازل وعافي لوجه الله سبحانه وتعالى ثم تقدير خادم الحرمين الشريفين، فقال حفظه الله: العفو ليس بهين أبدا أبدا أبدا. ففعلا أيها الأخوة، العفو ليس بهين إلا على من هونه الله سبحانه وتعالى عليه ووفقه له. فيقول الشاعر: تكبر في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. فهذا الرجل يشهد الله سبحانه وتعالى إنه عظيم في أعيننا لما قام به من عمل جليل، وله بمشيئة الله تعالى الجنة التي وعده الله سبحانه وتعالى بها، حيث قال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ورحمة وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في الضراء والسراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا الرجل كظم الغيظ وعفى عن القاتل وأحسن إليه وإلى ذويه، فنسأل الله سبحانه وتعالى له ولنا ولكم القبول، ونشكره جزيل الشكر باسم هذا المجتمع الإسلامي العربي الأصيل والذي نبع منه هذا الرجل وأمثاله من قبل، وسوف إن شاء الله تعالى يحذو حذوه من الطيبين ومن الخيرين، وله أجرهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سنى له سنة حسنة في الإسلام فله أجره أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. إخواني، لا أحب أن أطيل عليكم، وحقيقة الكلمة جت بعد الدوشان وبعد العتبان وبعد سليم أهل الحكمة والبلاغة، فحقيقة مهما قلنا في جزا الجعفري فلن نوفي حقه، ولا ليس له منا إلا الدعاء إن الله سبحانه وتعالى يخلف عليه ولده ويصلح ذريته الباقية ويرزقه إن شاء الله التوفيق والسداد. وأشكر الجميع، وكذلك قدمنا عزيمة له ولن نتركها، وسنواصل معه بمشيئة الله تعالى. هو كبير ربعه شيخ الجعافرة، ويستاهل العزيمة من كل فرد من أفراد هذا المجتمع، ونسأل الله التوفيق والسداد للجميع. ونشكر هذا الرجل هذا الخير
وهذا الكريم وهذا الإنسان الذي شكله عديم حقيقة، فله من التقدير والشكر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.